والبلد دي في زي مصرف مائي كده جواها، والعيال الصبح بيعدوا على المصرف المائي رايحين جايين، والوزيرة هتعدي على المصرف المائي. ايه الحل؟ نعمل ايه يا بلعوم ده عشان سيادة الوزيرة ما تعديش على المواسير؟ نعمل ايه؟ نكلم الواد جمعة بتاع الفراشة ونحط فراشة على الكوبري زي ما انت هتشوف كده. اها ادي الفراشة اتحطت. ركز معايا بس الله يخليك، ده مصرف مائي ما تعرفش بيروح فين ويجي منين، وسيادة الوزيرة هتعدي هنا. وبعدين انت بتعدي ازاي؟ فنروح نجيب كام حتة كده من عند الجذع بتاع الفراشة ونعدي. وادي الغفر قاعدين، سلام عليكم. وعليكم السلام. عدي كده اطمن للوزيرة توقع. وادي لا لا تمام تمام، عدى الوحوش. اوعى يا راجل انت، حرام عليك. عدى الوفد المرافق، وادي سيادة اللواء ومأمور البندر، والبلد زي ما هي يعني، الترعة زي ما هي، مفيش اي مشاكل يعني. وبعدين تعدي سيادة الوزيرة بقى، اتفضل يا فندم، على مهلك على مهلك. تاتا خط العتبة، الاولة بسم الله والتانية بسم الله والتالتة لا حول ولا الا. عدت الوزيرة اهي. مش دي نبيلة مكرم؟ نبيلة مكرم دي يا جماعة ولا انا بلبولة دي؟ كانت جابت معاها مصطفى الفقي. المهم يعني الوزيرة قال كده، يعني ايه كرمناك وحياة ربنا، الحتتين دول مكلفيننا فوق 300 جنيه بس عشان المنظر يبقى لطيف. ففرشنا الارض عشان الست الوزيرة ما يصحش تعدي على المواسير اللي بتعدي عليها العيال عادي الصبح. وبص بص بص بنعمل عليها ايه، تجربة اهي، معدي عليها كام بني ادم. لا كده كويس قوي، كده تعدي عادي جدا. يلا بقى خش اطلع بالوزيرة، والكفر كله موجود. وعدت سيادة الوزيرة. ليه بقى؟ انما اقف هنا مصطفى، معلش يعني، سيادة الوزيرة طبعا انت متخيل المنظر دلوقتي، متخيل كم الروائح يعني. الصورة طبعا مش هتطلع لك الرائحة، تلك الرائحة، انما انت متخيل المنظر. وطبعا انا متأكد ان في كم بط ووز بيعدي في البتاع دي، فهم شالوا البط والوز ويمكن دبحوه لسيادة الوزيرة. وسيادة الوزيرة الحقيقة رضت انها تعدي، فدارينا القبح بتاتش جمالي. يا ترى الوزيرة خدت بالها؟ يا ترى عرفت ان احنا مكلفين؟ يا ترى عرفت ان كل موظفين الوحدة المحلية لموا من بعض عشان يجيبوا الكام سجادة دول وهي تعدي عليهم عادي جدا عادي جدا؟ ما سألتش بقى طب والمصرف ده بيودي فين؟ طب والمية دي والريحة؟ طب والناموس اللي بيطلع بالليل على خلق الله؟ لا مش مشكلة، هات يا ولا. انت تعرف انه يوميات نائب في الارياف كتب الاستاذ توفيق الحكيم حاجات زي كده، وفيلم زيارة السيد الرئيس كان بيه حاجات زي كده، وفيلم معالي الوزير كان فيه حاجات زي كده بتاع احمد رجب. يعني بص هذا المشهد متكرر في مصر من ايام يوميات نائب في الارياف اللي كتبها الاستاذ توفيق الحكيم، ان يجي المأمور او الحاجات حد مهم يزور البلد، فالبلد تحط حاجات كده تتشاط بس يبقى القبح لأهل البلد. ليه بقى؟ لأن الوزيرة دي مش لوحدها يعني، الوزيرة دي مكانها الحقيقي يعني مكانها في الطيارة. لما بتركب طيارة أديك شايف أهو، دول بيركبوا الطيارات كده يا أولاد، دول بيستحموا بلبن. أي أيوة والله بيستحموا كل يوم يا أبو عبد، بص، وبيشربوا مية متقطرة. فشوف أنا مش عاجباني غير الوزيرة اللي في النص دي. دي كانت من 6 7 سنين كبرها يعني، لما جابت العربية السيينة كانت عاملة حفلة، بس النهارده بقى راكبه البيزنس كلاس يعني. بص بقى الوزيرات دول لما راحوا الحفله بتاعت الساحل، فاكر انت الصوره دي؟ ده مكانهم هنا. الشعب ادي الوزيره دي طارت فوق، دي اللي راحت النمسا دلوقتي. المسؤولين في مصر يمشوا على سجاد لان هم مش من النوعيه بتاعتنا، دول المماليك. انما الشعب المصري اهو كبرهم اهو عشان يعدي يفتح مشروع للفقراء او لمتوسط الدخل، حط السجادة ثمنها 143,000 جنيه استرليني عادي جدا. تعال نشوف بقى الشعب نفسه يا ولا بيمشي ازاي. فاكر انت الوزيرة؟ اهو الشعب اهو، اتفرج، ادي الشعب اهو، ادي الشعب بيعدي على المواسير عادي. ولادنا بيطلعوا لعيبة سيرك. بص وادي بص بص، ودول بتوع الوحدة الصحية، لو وزارة الوحدة الصحية. بص العيال بتطلع من بدري تتمرن على
بص الوحدة الصحية هي. استنى بس، ده الوحدة الصحية يا بهية، وراكبين على الكارو عادي، كارو كمان يعني مش توك توك، راكبين على الكارو، والست يعني محترمة ايه، والست اللي جنبها محترمة بتؤدي خدمتها، بس نقعد في الكارو كده حاجة تضحك، حاجة تضحك. بص بقى الفرق، دول ولادنا ودول وزرائنا، شايف الفرق؟ برافو يا علي، شايف الفرق؟ شايفين الفرق؟ ولادنا يعدوا على المواسير من غير سجاد، لكن على فكرة المواسير دي مواسير مية حلوة، يعني المواسير اللي معدين عليها العيال دي مواسير مفروض ما بتنقش. شايف بقى ولادنا بيعدوا ازاي؟ اتفرج اتفرج. لا لا، هات لي هات لي المواسير. ايوه شايف الولاد؟ شايف دي بقى لو الوزيره جايه هتعدي على فكره، دي مواسير ميه حلوه بتنقل الميه حلوه. طب بص بقى الولاد يعدوا كده، وبصوا منتظرين بالدور بالدور، والنبي اتاخرت معلش خدنا الاول، وعاديك لو واحد وقع في البتاعه دي هو طبعا مش هيغرق ولا يحصل له حاجه، انما الحقيقه دي مصر، دول ناس عايشين في حته ودي ناس عايشه حته تانية خالص. بس على فكره ده مش في كل الدول، في الدول المحترمه رئيس